حياكم الله مشاهدينا الكرام، مستمرين معكم في استوديو اليرموك، ونريد أن نتحدث الآن عن قطاع من القطاعات الاقتصادية في الأردن التي عانت الأمرين خلال الشهور الماضية في عام 2018. قطاع الألبسة، هذا القطاع اللي هو يعني أي فائض غير الطعام والشراب أتوقع أنه رح يروح مباشرة لهذا القطاع، ولكن واضح أنه الناس بتعاني حتى في أكلها وشربها، لدرجة أنه يعني تجديد الألبسة اللي هي من الطفل اللي عمره يوم واحد إلى الختيار بحب دائما التغيير، بحب التغيير والتجديد في الألبسة والأقمشة، وستات البيوت طبعا حدث ولا حرج. خلينا نتناقش في موضوع هذا القطاع وكيف مر عام 2018 عليه، وكيف هي توقعات لعام 2019. ونرحب بنقيب تجار الألبسة والأقمشة الأستاذ منير دية. أستاذ منير مساء الخير. يسعد مساك سيدي، أهلا وسهلا. يعطيك العافية أستاذ منير. حي الله. يعني سمعنا 2018 كان عام مزدهر ومليء بالانتعاش والنمو لقطاعكم ولا لا؟ يا سيدي الحمد لله على كل حال، لكن حقيقة الواقع أن عام 2018 كان عاما صعبا بكل المقاييس على قطاع الألبسة والأقمشة والأحذية. كان هناك تراجع واضح في المبيعات، تراجع واضح في المستوردات، وصلت إلى نسب قياسية لم يشهدها تاريخ تجارة الألبسة في الأردن. وصل التراجع بالمجمل في عام 2018 إلى أكثر من 60%، وفي شهر 7 وشهر 9 وصل التراجع لأكثر من 80% عن الأعوام السابقة. نسب قاسية ومؤشرات خطيرة على ما وصل إليه أسواقنا. عفوا استاذ منير، لما نحكي عن 60% و80% مقارنه مع العام الماضي 2017 ولا الاعوام الماضيه بشكل عام؟ يعني احنا بنجمع بالمجمل، نعم بالمجمل بالمعدل عن الاعوام السابقه بنسب 60% بالمجمل بال 2018، وشهرين كانوا صعبين وقاسيين علينا جدا، لمهم شهر 7 بعد خروجنا من موسم عيد الفطر وموسم رمضان، كان شهر 7 قاسي جدا رغم انه اجى بعز الموسم الصيفي. نعم. وبموسم يعني مناسباته نعم المفروض يكون من الاشهر القويه، الا انه شهر 7 عام 2018 كان صعب جدا ونسبه تراجع فيه يعني فاقت كل التوقعات. شهر 9 ايضا بعد ما انتهينا من موسم المدارس والعوده الى المدارس برضو عانت الأسر من الكلف والالتزامات، وبالتالي دخلنا شهر 9 برضو كان نسب التراجع فيه قاسية وصعبة جدا. 2018 حقيقة شهدت أسواق الألبسة يعني خسائر فادحة لدى التجار نتيجة تراكم الالتزامات المطلوبة منهم، نتيجة زيادة الكلف التشغيلية من إيجار المحلات، إيجارات محلات أرقامها كبيرة جدا لا تتناسب مع واقع السوق، كل التشغيلية من حيث فواتير الطاقة اللي زادت أكثر من مرة، ضرائب اللي باستمرار بازدياد، ضريبة مبيعات، رسوم جمركية، كل التشغيلية باهظة جدا، في المقابل في تراجع حاد في المبيعات، فبالتالي كبدت حقيقة التجار خسائر كبيرة لم يعد يحتملها التجار. طيب هنا أستاذ منير السؤال، يعني هل هذه العوامل التي أدت إلى تراجع القطاع إلى هذه الدرجة ونحكي عن 60% نسبة كبيرة جدا، هل سببها يعني أو حلها يكون بقرارات حكومية أم أن الموضوع أكبر من ذلك؟ يعني ممكن بقرار إذا جلستوا مع رئيس الوزراء ورسمعت أنه عمر رزاز ما قعدتوا معه من لما استلم، إذا قعدتوا معه ممكن يكون في حلول لهذا القطاع بحيث أنه يكون 2019 يعوض هذه الإخفاقات وهذا التراجع؟ يا سيدي هاي المشاكل لدينا مشاكل عديدة، ولدينا يعني عاملين دراسات على مشاكلنا وفي بدائل وفي حلول، ولكن زي ما حضرتك تفضلت وقلت لم تطلبنا الحكومة، رغم انه قرارات كثيرة وحكينا بالإعلام كثير وصرحنا كثيرا عن الواقع اللي منعيشه، عن التراجع الحاد، وعن حالات الإغلاقات اللي بتصير للعديد من المنشآت والمحلات لخروج بعض المستثمرين في قطاعنا. إحنا الآن يعني في إنه رح
الآن عندنا التشغيل لأكثر من 52 ألف عامل أردني، هذول مهددين جزء منهم إنهم رح يتم يعني في النهاية رح يؤدي لزيادة البطالة. عندنا هاي للأسف هاي المؤشرات لم يعني تدفع الحكومة للالتقاء بنا أو لطلب إنه إيجاد حلول ناجحة للخروج من حالة الركود وحالة الكساد اللي بيعانيها القطاع. لدى الحكومة قدرة على التخفيف من العبء، يمكن ما نصل لمثل السنوات السابقة، ولكن هناك مشاكل تستطيع الحكومة أن تتحاور وأن نجد حلول مشتركة ممكن أن تعود بالقطاع إلى العمل والازدهار من جديد. ولكن للأسف لم نجد أي مبادرة، أي تواصل، أي محاولة لإيجاد حلول لبعض المشاكل اللي من السهل إيجاد حلول لها. فللأسف ما دام المشاكل والعقبات موجودة ستبقى الأوضاع صعبة وممكن تزداد سوءا بال 2019، لأن في قطاعات أيضا غير قطاع الألبسة قاعد بدخل في مراحل ركود وتراجع، مثل قطاع العقاري، قطاع النقل، السوق المالي، المناطق الحرة نتيجة تطبيق قانون ضريبة الدخل الجديد. فبالتالي في قطاعات راح تدخل مرحلة الركود، فبالتالي راح تأثر على قطاع الألبسة. فإحنا بنقول لدى الحكومة القدرة على إيجاد حلول لبعض المشاكل اللي بنعاني منها، مثل تخفيض ضريبة المبيعات، إلغاء الإعفاءات المقدمة للطرود البريدية، عندنا مشكلة بالتنزيلات، عندنا مشكلة بالترخيص العشوائي، عندنا عدة مشاكل تستطيع الحكومة إيجاد حلول لها، وبالتالي عودة هذا القطاع الكبير الذي يضم أكبر نسبة عمال أردنيين، يشغل قطاع كبير، هو موجود في كل الأسواق والمحلات. فبالتالي يعني نأمل أن فعليا أن تبادر الحكومة لإيجاد حلول لهذه المشاكل خوفا من تدهور الأوضاع أكثر مما هي عليه. يعني نتمنى ذلك، ونتمنى استدراك كذلك من قبل الحكومة، وأن يكون عام 2019 عام الانتعاش حقيقة مش مزح. بدي أشكرك كل الشكر نقيب تجار الألبسة والأقمشة الأستاذ منير ذيا، شكرا جزيلا لك. شكرا. نكتفي بهذا القدر في ملفنا، ملف الألبسة وإحدى القطاعات التي عانت من ضمن قطاعات عديدة عام 2018. وقفة قصيرة وملفات جديدة.